واش الدراري، وشتو ميريندينا الجديده؟ قال لك سيدي بمناسبه عيد الحب ميريندينا طورات من القدرات ديالها ودارت لينا ميريندينا بمذاق التعناب اللي فيها عبارات بحال كان بغيك توحشتك. كل اللي شرى ميريندينا ديال ما نقدرش ننساك ومشى حطها للصديقه ديالو قدام الباب دارها، وكاين اللي جاتو رخيصه وجاتو احسن كادو يقدر يجي في عيد الحب. ولكن هاد ميريندينا خلقت ضجة كبيرة في الشارع المغربي وانتقادات كبيرة جاتها، والقضية ما وصلتش حتى للشارع المغربي فقط، فكاع صحاب الحوانت وبائع الجملة ناضوا وقرروا يقاطعوا هاد الشركة. ولكن كاينين شي وحدين اللي خداو بسخرية هاد الموضوع هذا وطلعوها عليه في فيسبوك. تخيل تكون انت تقصي في ميريندينا تيخرج لك هذا الراجل يقول لك مباركة بلادك. خويا شي ميريندينا فيها توحشك يا سلمى؟ خويا دوز الطرول هذا دوز. هادي خصني منها شي كارطون نحطها حدايا اللي جا نعطي رفيق بوبك. حيت الغابة عندهم مشكل ديال التقييم ديال الريتم. Wait a minute. Who are you? مشكل ديال التقييم ديال زعما دابا هذا بعقلو. سي حماد واحد ميريندينا ما فيهاش داك التبرعيش. واش ميريندينا دارت هاد الروينه كامله؟ واش كانت على حق ملي دارت هاد العبارات هادو في الغلاف ديالها؟ وتبع معايا دابا انا غنعطيك رايي الشخصي. لجينا نشوفوا المنتوج اللي تحطوا في هاد العبارات هادو، فغنلقاو الفئه الاكبر اللي تستهلكو هي فئه الاطفال. فانا جاني غباء انك تحط عبارات اللي هي في المجتمع ديالنا تعتبر زائد 18، حيت مجتمع اسلامي فهنا الاطفال ممكن ويقدر يكون عندهم فهم سيء لهاد العبارات وتحفزهم على شي علاقه اللي هما غير قادرين عليها بتاتا. حيت اصلا الاشهارات المغربيه تعتبر هي الانسبيراسيون للاطفال الصغار. وتال هنا تيسالي الفيديو ديالنا اخوتي، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.